مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن الذكرى الثالثة لوفاة الشيخ حارث الضاري ينضم إلينا السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر من إسطنبول. أهلا بك سيد مصطفى. بداية، في الذكرى الثالثة لوفاة الشيخ حارث الضاري، إلى أي حد كانت رؤيته للوضع في العراق ما بعد الاحتلال دقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام، ونستذكر بكثير من الفخر والاعتزاز المواقف الخالدة للشيخ حارث الضاري يرحمه الله تعالى. لقد كانت رؤيته منذ البداية واضحة تماما بحقيقة وأبعاد مشروع الغزو والاحتلال ولكل تفاصيله، وكان مدركا بشكل جيد بأبعاد هذا المخطط التآمري الذي يستهدف الأمة كلها، ويعني كان مدركا بشكل جيد أيضا لمخاطر المشروع الإيراني الفارسي العدواني على العراق وعلى الأمة، وعلى ما يعني سيؤثر عليه أو ما سيلحقه هذا الغزو والاحتلال من أخطار كارثية يعني تهدد كل الأمة. نعم، يعني كان للشيخ الضاري موقفا حادا من العملية السياسية ودستورها، وظل يكرر تحذيراته من هذه العملية. ما الذي دفعه لهذا الموقف الحاد من العملية السياسية؟ أول الأسباب التي دفعته إلى هذا الموقف هو توفيق الله سبحانه وتعالى الذي هداه لهذا الموقف الثابت، ثم الفهم الواعي والمدرك لأبعاد هذا المشروع، كما قلنا مشروع الغزو والاحتلال وما أسفر عنه من مشروع سياسي خلف عملاء صغار لتنفيذ مخطط الغزو والاحتلال في تدمير العراق وقتل شعبه وتهجير سكانه بشكل وزرع الطائفية والإرهاب فيما بينه. وهذا أيضا يستند إلى إرث كبير حصل عليه الشيخ حارث الضاري يرحمه الله من عائلته الكريمة التي يعني زاد عليها إرث المطاولة والثبات في مواجهة المحتل الأمريكي والإيراني. طيب، في سؤالي الأخير لك سيد مصطفى، هذا النهج الذي سار عليه الشيخ الضاري في رفض الغزو وما أتى به من العملية السياسية، هل تعتقد أنه صار نهج أغلب العراقيين الآن بعد 15 عاما من الاحتلال؟ يعني يوما بعد يوم يتكشف للجميع صواب الموقف الذي اتخذه الشيخ حارث الضاري وكل المناهضين للعملية السياسية ولمشروع الغزو والاحتلال ابتداء في العراق، ويتضح أن ثبات الشيخ الضاري رحمه الله أثمر عن تيار كبير في مقاومة المحتل أولا، وفي مواجهته وفي مواجهة مشاريعه لاحقا، للاصطفاف مع كل الشخصيات والقوى والتيارات الوطنية التي رفضت هذا المشروع منذ البداية. من هنا الشيخ حارث الضاري يرحمه الله تحول من جسد فان إلى فكرة خالدة، والأفكار الخالدة حية لا تموت. عبر الهاتف والأفكار النبيلة خالدة وحية لا تموت. عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.